السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يهنئ الوطن والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك. ضيوف الرحمن يواصلون أداء طوافة الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى. من عظيم وبديع القيم الإسلامية الاعتصام بالوحدة الدينية واللحمة الوطنية. خطيب المسجد الحرام يؤكد على الاعتصام بالوحدة الوطنية ويحذر من الجماعات الحزبية والانحلال خلال خطبة عيد الأضحى. والحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة ومنظومة الصحة تتابع جميع حالات الحجاج. أحييكم. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى سبحانه وأن يتقبل من حجاج بيته نسكهم وطاعتهم وأن يديم الأمن والاستقرار على الوطن وشعب المملكة وعلى الأمتين الإسلامية والعربية والعالم أجمع. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام النحر اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. الله
ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية من منشأة الجمرات الزميل محمد الحمادي. مرحبا بك محمد، بداية كل عام وأنت بخير وعيد مبارك عليك وأيضا على الجميع والمشاهد الكريم. كيف ترون الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منشأة الجمرات، خاصة رمي العقبة، رمي جمرة العقبة الكبرى؟ نعم، مساء الخير منى، وكل عام وأنت طيبة وبخير وسعادة، وكل من يشاهدنا بألف صحة وسلامة. نتحدث من منشأة الجمرات التي ما زالت تشهد توافد العديد من الحجاج الذين يأتون بالتحديد لرمي جمرة العقبة الكبرى، وأيضا كانت هذه المنشأة شهدت ذروة حضور الحجاج في صباح هذا اليوم، ربما بين 9 إلى ما قبل أذان ظهر هذا اليوم كان هناك تدفق كبير جدا. الآن بدأ تقريبا العدد يقل تدريجيا إلى ساعات ربما المساء الأولى، ربما نشهد يعني هدوءا أكثر في ساعات المساء. بالتأكيد هذه المنظومة والحركة الكبيرة لحجاج بيت الله الحرام هنا في مشعر الجمرات تسير وفق منظومة كبيرة جدا، وفق تجهيز أيضا في هذه المنشأة التي تتكون من 5 طوابق، أيضا يتواجد فيها الحجاج في كل الطوابق، يدخلون من مداخل محددة، 11 مدخلا و12 مخرجا. هذه المخارج تأخذهم إما لمخيماتهم في منى أو أيضا في مخارج أخرى، يخرجون إلى نقاط الحافلات التي تقلهم مباشرة إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة. إذن أيضا حينما أتحدث عن هناك مئات بل الآلاف من الكاميرات الموجودة في هذه المنشأة تتصل مباشرة بغرفة العمليات التي تتابعها قوات الطوارئ الخاصة، وترصد حركة الحجاج من أجل سلامتهم، من أجل أن لا يكون هناك أي تكدس، أي يعني ربما أيضا في المداخل والمخارج. وبالتالي الأماكن التي يدخلون منها الحجاج يخرجون من مخرج آخر بحيث لا يكون هناك أي تعاكس للسير حفاظا على سلامتهم. وكما نلاحظ من خلفي مباشرة يعني رمي الجمرات يسير بشكل جميل والحجاج أيضا يتوافدون. أنا توقف معي أحد الحجاج، بود أن يتكلم، فنعطيه فرصة. أشكر سيادة الوزير وأشكر سيادة الملك وأشكر سيادة عبد الفتاح السيسي اللي خلانا حجينا، وأشكر سيادة الملوك كلهم. وش مشاعرك اليوم؟ كلمني عن مشاعر. مشاعري والله ما أقدر أوصفه لك، الحب اللي احنا دخلنا، إن أنا قدمت 5 مرات في القرعة، 5 مرات أنا بعيش، ربنا كرمني بالزيارة وحجينا، وأشكر سيادة الملك اللي دخلنا وزرنا. هذه لأول ما أول حجة لك ها؟ والله أول حجة، والله العظيم إن أنتوا ناس طيبين، وربنا يخلينا يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادة الملك، وربنا يباركنا في الرؤساء كلهم. شكرا شكرا، الله يتقبل منك، الله يتقبل. تحبوا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وين أنت؟ في الجزائر. نعم فيك، عرفنا باسمك. إيش بوتر عامي الجزائر. كلمني عن مشاعر، كلمني عن المشاعر اليوم. والله ما يعني مشاعر يعني في أعلى درجة يعني ما شاء الله ولله الحمد، يعني قمنا بالواجبات ورمينا الجمرة الكبرى ولله الحمد. كلمنا عن مشاعر. والله تنظيم محكم ما شاء الله، يعني صراحة تنظيم جد ومحكم، ما لقينا صعوبات الحمد لله، تسهيل من الله عز وجل أولا، ثانيا من الحكومة السعودية. ما هي مشاعرك اليوم؟ مشاعر جيدة، مبارك مراد من الجزائر. ماذا تشعر؟ هذه الحجة الأولى لك. هذه الحجة الأولى ما شاء الله. كيف تشعر بعد وصولك إلى هذا المكان الطاهر؟ أشعر بالراحة ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله يسعدك ويحفظك. كلمينا عن مشاعرك. مشاعر جد 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 جميلة، الله لا يحرم أي واحد من هذا المقام، ربنا يحفظكم ويحفظ أمة الإسلامية يا رب ربي يا رب. هذه حجتك الأولى؟ الحمد لله على هذا المقام الشريف، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا لجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين ولأبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا رب يا رب. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. حدثنا عن مشاعرك اليوم. عبد الكريم الخفاسي من بالعباس والجزائر. إذا حقيقة أشكر كل السلطات، أشكر كل السلطات اليوم ساهمين على هذا التنظيم الشيق
يعني وعليهم التفكير في حل جديد للمستقبل حتى يكون أكبر وأكثر توضيحات وتسهيلات للحجاج الميامين. وشكر جزيل للمملكة السعودية. شكرا جزيلا. شكرا. إذن يعني هذه مشاعر الحجاج منى. نعم. وبالتأكيد كما لاحظنا ربما في هذه اللحظة كان هناك حجاج من الجزائر، وبالتالي هذا التنظيم ساهم أيضا في تواجد الحملات بشكل يعني تدريجي، تدخل الحملات بحيث يعني يعتمد على الحملات أيضا على الدول التي أيضا تدخل بشكل منظم من قبل القوات أمن، قوات أمن الحج التي أيضا ساهمت في أن يكون توافد الحجاج بشكل تدريجي ومنظم وسلس. والحمد لله هذا ما حصدنا ثمرة هذا اليوم، والأيام الماضية كانت نتاج للتخطيط المبكر والكبير الذي تم خلال هذا العام كاملا، وخلال أيضا تراكم للخبرات المستمرة لتنظيم موسم الحج. بكل تأكيد هي عدة جهود وأيضا عدة أمور وتنظيمات اعتمدت، والحمد لله ونحمد الله كثيرا على هذا التيسير، وأيضا أسعدتنا بهذه المشاعر التي نقلتها لنا من خلال حجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لك محمد الحمادي على هذه المشاركة. عززت المديرية العامة للدفاع المدني استعداداتها في جميع أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها لاستقبال ضيوف الرحمن، وأكدت المديرية جاهزيتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر وفي المداخل الرئيسية مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة. هذا ويواصل الحجاج توافدهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة. هذا وقد أدى جمع المصلين صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسط أجواء روحانية وإيمانية. وقد أما المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، في حين أما المصلين في المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا. وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن شعيرة النحر من الشعائر العظمى والطاعات الكبرى التي يتقرب بها المسلمون إلى الله. أيها المسلمون، ومن الشعائر العظمى
والطاعات الكبرى التي يتقرب بها إلى المولى جل وعلا في هذا اليوم الأنور، يستوي فيها الحجاج وغيرهم من المسلمين. شعيرة النحر للحجاج نحر الهدي، ولغيرهم ذبح الأضاحي، وهذه الشعيرة الجليلة فيها الأجر العظيم والاقتداء بخليل الله إبراهيم ونبينا محمد الكريم عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأشار خطيب المسجد الحرام إلى أن توحيد رب العالمين هو أساس دعوة الرسل أجمعين، وذلك بإخلاص الدين لله وتعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحجاج الكرام، لقد جاء هذا الدين بأعظم القيم الإنسانية المنيفة والأخلاق الوريفة، مرشداً العالم إلى القيم المزهرة والمكارم الوضيئة المبهرة، أهمها على الإطلاق وأعلاها باتفاق توحيد رب العالمين، فهو أساس دعوة الرسل أجمعين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك بإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص، وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما أكد الشيخ عبد الرحمن أسديس أن من عظيم القيم الإسلامية الاعتصام بالوحدة الدينية والوطنية، مشيرا إلى أن الله بعث الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. أمة الإسلام، ومن عظيم وبديع القيم الإسلامية الاعتصام بالوحدة الدينية واللحمة الوطنية، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. قال الإمام البغوي رحمه الله: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، فالحذر الحذر يا رعاكم الله من الجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية وموجات الانحلال والإباحية. الآن مشاهدينا الكرام، نترككم في هذه اللقطات المباشرة من جسر الجمرات. توقع المركز الوطني الأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا على مكة المكرمة ومشعر منى، وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة حاليا في مكة المكرمة ومنى
تبلغ 44 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، مضيفا أن الوزارة تتابع وتقدم الرعاية باهتمام لجميع الحالات خاصة الإجهاد الحراري، داعيا إلى استخدام المظلة للوقاية من أشعة الشمس وشرب كميات كافية من السوائل. هذا ودعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق التي سوف تبدأ غدا في 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة إلى الحرص على اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالنظام لتكتمل رحلتهم بكل يسر وطمأنينة، وتدعو الوزارة إلى تجنب الافتراش في الطرقات والتعرض المباشر لأشعة الشمس والخروج من المخيم بدون حاجة والخروج نهارا بدون مظلة، مؤكدا على أهمية الحرص على الإكثار من شرب الماء والالتزام بأوقات التفويج. تعقد وزارة الداخلية في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم المؤتمر الصحفي اليومي الثالث لموسم الحج للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية ومشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة والصحة والنقل والخدمات اللوجستية. ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية من منشأة الجمرات الزميل خالد الربعي. مرحبا بك خالد، عيد مبارك عليك وعلى الجميع. كيف ترون الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خاصة في منشأة الجمرات؟ أهلا منى وكل عام وأنت بخير وأنت بالسادة المشاهدين مشاهدي أخبار السعودية. بالتأكيد منى، خدمات مقدمة لحجاج بيت الله الحرام منذ أن وطأت أقدامهم إلى البقاع الطاهرة ومنذ أن بدأوا في يوم التروية ومروا على صعيد عرفة وجاءوا ساعات الصباح الأولى هذا اليوم إلى مشعر منى وتحديدا إلى الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى، هذا اليوم الذي يحل فيه الحاج إحرامه من بعد أن رمى الجمرة العقبة وذبح هديه وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة، بذلك يكون قد حل إحرامه ليستعد إن شاء الله تعالى لأيام التشريق. واذكر الله في أيام معدودات، طبعا الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، اليوم 11، 12، و13، يوم غد إن شاء الله هو أول أيام التشريق، يوم القر الذي يستقر فيه حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى ويرمون الجمرات الثلاث. طبعا الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وبعد أن شكر حجاج بيت الله الحرام الله سبحانه وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا اليوم يوم العيد بدأوا طبعا بحل إحرامهم كما ذكرت، وبدأوا بممارسة حياتهم وأيضا دعواتهم وأيضا توجيه كل ما يحتاجونه الحقيقة من دعوات وأماني إلى رب العباد في هذه البقاع الطاهرة. هنا أتحدث أنا منى وسط منظومة الحقيقة متكاملة ورائعة وراقية، ونفتخر فيها جميعا من الخدمات التي تقدم سواء كانت أمنية أو خدمية أو صحية. من هنا من منشأة الجمرات التي تعد الأضخم، منى أنت تعرفين أنه قبل 10 سنوات أو أكثر كنا نقلق الحقيقة في مثل هذا اليوم تحديدا، هناك في رمي الجمرات يكون هناك تدافع وتحدث هناك وفيات بسبب هذا التدافع، لكن ولله الحمد بعد إنشاء هذا المشروع الجبار الذي بلغت تكلفته أكثر من 4,200,000,000 ريال وبطول قرابة الكيلو متر
حدت هذه المنشأة الحقيقة من وقوع الإصابات والوفيات. الآن كما تشاهدين هنا الآن في هذه اللحظة حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات بكل يسر وسهولة، حتى الأطفال، حتى كبار السن، حتى العاجزين، حتى المعاقين، لا يوجد هناك أي الحقيقة مضايقة أو يعني قلق من ناحية التدافع. نعم. على العكس تماما. أيضا هذا يجب أن نشير إلى دور القوة الطوارئ الخاصة التي تشرف أمنيا على هذه المنشأة. تشاهدين انتشار رجال قوة الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة بضبط الحركة وانسيابية الدخول والخروج من هذا من هذه المنشأة التي نستطيع أن نقول أنها نجحت حتى هذه اللحظة. أكثر من مليون حاج رموا جمرة العقبة منذ ساعات الصباح الأولى حتى هذه اللحظة الساعة الرابعة عصرا، وسيستمرون إن شاء الله قبل غروب الشمس مساء هذا اليوم بإذن الله. هناك على الجوانب الأخرى منا من هذا الجسر يعني خدمات بكل زاوية من زوايا هذا الجسر. هناك أيضا فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر، وفرق طبية تابعة لوزارة الصحة، وفرق أيضا للطوارئ تابعة للدفاع المدني، كلها تباشر الحالات الطارئة التي تحدث أو تكون داخل الجمرات ليتم التعامل معها بشكل مباشر. وإذا كانت تستدعي النقل منى إلى المستشفيات يتم الصعود بها صعود الحالة إلى أعلى الجسر ومن ثم نقلها عبر طائرة الإخلاء الجوي. إذن هي عدة أمور وأيضا عدة خدمات مكملة لبعض. أشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمته لنا خالد من هذه الخلاصة وهذه المشاركة المفيدة. شكرا لك خالد. مستمرون معكم في هذه النشرة وفيها بعد الفاصل. أمراء مناطق المملكة ونوابهم يستقبلون المهنئين بعيد الأضحى المبارك. هنا حيث تلتقي القلوب وتتوحد الأرواح نحو نداء واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله.
أحييكم من جديد، إليكم موجز لأهم وأبرز ما جاء في هذه النشرة. خادم الحرمين الشريفين يهنئ الوطن والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك. ضيوف الرحمن يواصلون أداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى. خطيب المسجد الحرام يؤكد على الاعتصام بالوحدة الوطنية ويحذر من الجماعات الحزبية والانحلال خلال خطبة عيد الأضحى. والحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة ومنظومة الصحة تتابع جميع حالات الحجاج. أحييكم. أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه مع جموع المصلين، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة جازان. وقد أقيمت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة. كما قام أمير منطقة جازان يرافقه نائب أمير المنطقة عقب صلاة العيد بزيارة معايدة لرئيسي محكمة الاستئناف بجازان السابقين الشيخ علي العامري والشيخ خالد معافى، وبادل سموه الجميع التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض. وأما المصلين الشيخ عبد الله آل الشيخ، وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وعدد من المواطنين. كما استقبل أمير منطقة الرياض أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، وبادلهم سمو الأمير فيصل بن بندر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أدى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى في مصلى العيدين بمدينة تبوك، وأدى الصلاة مع سموه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين. كما استقبل أمير منطقة تبوك رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأهالي المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك. أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الشرقية وسمو نائبه صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين بالدمام، وأدى الصلاة مع سمو أصحابه مع سموه أصحاب السمو والمسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين. كما استقبل أمير منطقة الشرقية بحضور نائب أمير المنطقة المهنئين بعيد الأضحى المبارك
هنأ سموه الجميع بهذه المناسبة السعيدة داعيا الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان. أدى صاحب السمو الأمير جلوي ابن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى بمصلى العيد بمدينة نجران، وقد أديت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة. كما نقل أمير منطقة نجران تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيده على القيادة وعلى الوطن والمواطن عزا ورفعة. أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى العيد بمدينة بريدة، وأدى الصلاة مع سموه أصحاب السمو والمسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين. أدى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين، وأدى الصلاة مع سموه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين. كما استقبل أمير منطقة حائل بالإمارة جموع المهنئين بعيد الأضحى من المسؤولين والمواطنين، يتقدمهم رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمعا من أهالي المنطقة بحضور نائب أمير المنطقة. أدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي ابن طلال ابن عبد العزيز أمير منطقة عسير مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى في جامع الملك عبد العزيز بمحافظة النماص، وقد أديت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة. كما استقبل أمير منطقة عسير القيادات الإدارية والأمنية في القطاع الشمالي وجموع من المشايخ والأهالي الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك. أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى بمصلى العيد الرئيس بحي المحمدية في مدينة عرعر، وقد أديت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة. كما استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية أصحاب الفضيلة والمسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومدير الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك. بدل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة سائلا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع. بداية من العهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ومن بعدها ابنائه البرر رحمة الله عليهم، إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما يقدمونه من خدمات عظيمة وعظيمة جدا لحج هذا العام الذي ولله الحمد ما نسمع به وما نراه ونحن من أبناء هذا الوطن ما هو إلا مدعاة للفخر والاعتزاز على ما بذل وما يبذل من عمل متقن ولله الحمد. فمني ومن جميع الأهالي نرفع هذه الأسمى الآيات المباركة لمقام
سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين. ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا دائما وأبدا بالخير واليمن والبركات، وأن ما نراه دائما من تحقيق هذه الطموحات والآمال من أبناء هذا الشعب متمثلة في منطقة الحدود الشمالية من تنمية مستدامة ولله الحمد ترقى إن شاء الله إلى أعلى المستويات كباقي مناطق المملكة ولله الحمد. هذا وقام أمير منطقة الحدود الشمالية بزيارتي معايدة لقاضي محكمة الاستئناف الشيخ سعد أرميزان ورئيس المحكمة العامة الشيخ محمد الرويلي، هنأهما خلالهما بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخيرات. كما عايد أمير منطقة الحدود الشمالية أبناء جمعية رؤوف للأيتام، وذلك خلال استقباله لهم بالإمارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والعافية والسلامة. أدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه صلاة عيد الأضحى في المسجد النبوي، وأما المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا. كما استقبل أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه جمع المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أصحاب الفضيلة وكبار مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بمشعر عرفات وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة. استمع سمو نائب أمير منطقة مكة إلى شرح عن أعمال وزارة الحج والعمرة خلال حج العام الحالي وما أثمر التكامل بين الجهات المشاركة من نجاح لتصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات. تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا قوات الأمن الخاصة المشاركة ضمن قوات أمن الحج لهذا العام، وذلك في زيارة قام بها سموه لمقر القوات بمكة المكرمة. التقى سموه خلال الزيارة بقادة القوات واستمع لشرح عن استعدادات القوات لتنفيذ المهام المناط بها. أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه وجمع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا. أدى الصلاة مع سموه عددا من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين. كما استقبل أمير منطقة الجوف وسمو نائبه المهنئين من أهالي المنطقة ورؤساء وقضاة المحاكم ومدير الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين الذين قدموا للسلام على سموهما وتهنئتهما بعيد الأضحى المبارك. أدى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى. أدى الصلاة مع سموه عددا من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين. غادر فخامة الرئيس رمضان رئيس جمهورية الشيشان محافظة جدة بعد أدائه مناسك الحج، وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة وعدد من المسؤولين.
أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد بالخالدية. تتابع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. للحديث حول ذلك انضموا إلينا وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد العنزي. مرحبا بك دكتور عواد. بداية دعنا نتحدث عن شقين مهمين وهي الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة وأيضا جهود وزارة الشؤون الإسلامية. أهلا وسهلا بالجميع وأسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم. بحمد الله جل وعلا أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخدمات المقدمة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وذلك باستكمال تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة ثم بعد ذلك إلى مشعر مزدلفة، ثم بكل يسر وسهولة بفضل الله جل وعلا ومنته اجتمع منظومة الحجيج والأعداد التي في البرنامج وهي 3322 حاجا وحاجة من أكثر من 88 دولة في مشعر منى، وقد يسر الله جل وعلا لهم الوقوف بعرفة وأيضا المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار في هذا اليوم. وبفضل الله جل وعلا كانت الخدمات على أكمل ما يمكن أن يقدم لضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين الذين يؤكدان دائما على أن يقدم لحاج بيت الله الحرام كل ما يمكن أن يقدم لهم من خدمات حتى يؤدوا هذه العبادة على الوجه المطلوب. وبحمد الله جل وعلا الوزارة واكبت هذا التوجيه الكريم والحجاج الآن مستقرين في مشعر منى بعد أن أدوا أعمال اليوم الأول في هذا اليوم، وهم بحمد الله جل وعلا في راحة تامة وفي أماكن مهيئة وفي مخيمات مجهزة بحمد الله جل وعلا، وقد وفرت لهم جميع الخدمات حتى الخدمات الرعاية الطبية والصحية وكذلك ما يتبع ذلك مما يحتاجون إليه بفضل الله جل وعلا. نعم دكتور عواد، لو تقدمنا في الحوار أكثر وأيضا من خلال حديثك الاهتمام بضيوف البرنامج وما تلي المملكة في هذا الجانب. ولا شك أن المملكة العربية السعودية تولي جانب الحج رعاية خاصة وعناية فائقة، والقيادة الرشيدة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا لأنه مقصد للمسلمين وركن من أركان الإسلام، وقد قدمت المملكة العربية السعودية في هذا الجانب كل ما يحتاج إليه أهل الإسلام، وامتدت هذه الخدمات المقدمة في منظومة متكاملة حتى إلى الحجاج وهم في بلادهم من خلال التعليم والتعريف ومن خلال أيضا بعض المبادرات التي ممكن فيها الحاج من أن تقضى له خدمات الترحيل والخدمات الإدارية وهو في بلده ويأتي معززا مكرما إلى فالمملكة العربية السعودية تجربتها رائدة الآن في موضوع الحج وإدارته وحفظ أمن الناس وحفظ إقامتهم لهذه الشعيرة، ومع ذلك واكب ذلك منظومة متكاملة بحمد الله جل وعلا من الخدمات سواء فيما يتعلق بالمطارات أو النقل أو فيما يتعلق بقطار الحرمين، المنظومة الصحية، المنظومة الأمنية، المنظومة الإرشادية والتوعوية. بفضل الله جل وعلا هذا الملف
يعتبر من الملفات العظيمة التي أدارتها المملكة العربية السعودية وبكل اقتدار وبكل احترافية بفضل الله. وكل سنة من فضل الله جل وعلا نسجل في موسم الحج نجاحات مبهرة للجميع، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ثم من حرص قيادتنا الرشيدة على هذه الشعيرة وهذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام. بكل تأكيد، إذن خلاصة القول أثمر التكامل بين الجهات المشاركة من نجاح لضيوف الرحمن وتسهيل حجهم. شكرا جزيلا لك دكتور عواد العنزي على هذه المشاركة، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية، شكرا على كل ما قدمته لنا من معلومات. كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمالها الرقابية على المسالخ في المملكة مع حلول عيد الأضحى، حيث اتخذت جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية والتشديد على الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات لحماية الصحية واستبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بجانب الرقابة على أعمال المسالخ. يكثف مشروع الأضاحي أعماله في مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، حيث يحرص المشروع على إيصال ما يتم تذكيته بمجمعات المشروع في المشاعر المقدسة إلى المستحقين في الحرم. وكشف المشرف على المشروع الدكتور عمر عطية عن تأمين 1,000,000 رأس من الهدي والأضاحي والفدية لضيوف الرحمن. أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن اكتمال مشروع الأضاحي للعام الحالي، وكان المركز قد أعلن عن هذا المشروع عبر منصة ساهم في 3 دول مستفيدة وهي الصومال، اليمن، سوريا. يأتي ذلك ضمن جهود المركز في تقديم المساعدات الإنسانية في عدة دول. بطاقة نسك الرقمية مكنت الجهات المختصة من تقديم المساعدات للحاج بشكل سريع بما تحتويه من سمات أمنية مميزة ومعلومات تعريفية خاصة بالحاج. بطاقة أحدثت نقلة نوعية لحجاج بيت الله، فالخدمات الصحية والإرشادية والتوجيهية تسهل عليهم أداء النسك بكل يسر وطمأنينة. بطاقة نسك الرقمية الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد لحجاج بيت الله، فهي تمكن الجهات المختصة من تقديم المساعدة للحاج بشكل سريع بما تحتويه من سمات أمنية مميزة ومعلومات تعريفية خاصة بالحاج. عدد قراءات حتى الآن تجاوز 4.5 مليون قراءة في مواقع مختلفة، وهذا يؤكد مدى النجاح لهذه البطاقة في هذا العام. كانت حقيقة تجربة ثرية ومفيدة، وبالتأكيد لدينا خطة للتوسع في البيانات والخدمات التي تقدمها البطاقة في مشيئة الله السنوات القادمة. لا حج بلا تصريح، عبارة ترددت في حج هذا العام الاستثنائي الذي اعتمد على تطبيقات ذكية للتعامل مع الحجاج وإدارة الحشود، فلا ذهاب إلى نسك بدون بطاقة نسك.
تستمر وزارة الدفاع بتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، وذلك من خلال المستشفيات الثابتة والمتنقلة والميدانية. 23 مرفقا صحيا للخدمات الصحية بوزارة الدفاع مجهزة بأحدث المواصفات والمعايير، بينها 10 مستشفيات، 9 عيادات أولية، و4 مراكز إسعافية، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ نحو 900 سرير. يوجد لدينا أكثر من 23 مرفق صحي مقسمة بين مستشفيات ثابتة ومستشفيات متنقلة، وكذلك عيادات عامة وتخصصية ومراكز إسعافية. هذا نموذج للمستشفيات الميدانية بسعة 50 سرير يقدم كافة الخدمات الطبية لضيوف الرحمن كالطوارئ والتنويم والأشعة، ومجهز بغرفة عمليات للحالات الطارئة. يحتوي المستشفى الميداني على 50 سرير، منها 10 أسرة مخصصة لضربات الشمس والإجهاد الحراري. جميع الخدمات تقدم في هذا المستشفى: الطوارئ، تنويم، خدمات الأشعة، الصيدلية، كذلك يوجد غرفة العمليات، وكذلك غرفة للإفاقة. كوادر طبية تقوم بتنفيذ خطط الخدمات الطبية بوزارة الدفاع على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن. عبد الله القري، المشاعر المقدسة. الآن مشاهدينا الكرام نتحول وإياكم إلى هذه اللقطات المباشرة من المشاعر المقدسة. تذكر بهم العناوين: خادم الحرمين الشريفين يهنئ الوطن والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك. ضيوف الرحمن يواصلون أداء طوافة الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى. خطيب المسجد الحرام يؤكد على الاعتصام بالوحدة الوطنية ويحذر من الجماعات الحزبية والانحلال خلال خطبة عيد الأضحى. والحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، ومنظومة الصحة تتابع جميع حالات الحجاج. وفي الختام، منظومة متكاملة من كافة الجهات في المملكة تعمل ليل نهار لراحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن. حجاج بيت الله الحرام، إلى اللقاء.